بص يا عم، انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عظام. اتفضل يا بابا، اتفضل. يلا بقى وما تنحش. يا ماما عيب كده، اتفضلي قبليهم. يا بنتي انا ما اقدرش اخرج الا لما شندي يقول لي. انا جدتي مش خالصه، انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركت الدنيا بجملي بجملي، تركت الدنيا بجملي يا بفرة بفرة. بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غارق جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي، ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. صيب ارقص يا تانت ام نوال العينة. حياتي النبي الرطوبة يا تانت. الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عامله معروف الرطوبة. اعتبروه مربوس. حاجب الشراب هتحرق. ايه يا هارم، حد قال لك ان ابني ملبوس؟ ايه يا باشندي ظهر. هو ايه يا تانت اللي هيظهر؟ انت هتحضرها عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم، انا متفق مع نوال، هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اطلقت. لحظة ان كلامك جارح يا طنط. استنى، انت رايح فين؟ انت مش فاهم عقد ايه يا هاني بتتكلمي عليه. العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حرامية يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش فاهم. هم العقول يتعدوا. هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم؟ انت عارف بكلمه مين؟ انا درزي حريمي، عمر ما حد سرقني في متر وماشي مش عقد الماس. بابا انا اسف، انا اسف بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. يا اخرتها يا نوال تسرقونا. اخرتها ايه؟ ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك ابوك يا ابو ثلاث سنين اشيلهم لك. يا راجل يا القشف، امك راسك لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف، يا بابا سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا انا استناك تحت. بنت يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي. عدوا البوليس يا خالتي. وانا ناقصك يا حمدي. ايه ده؟ وده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى ايدك، سيب البدله. سنين سنين مين يا معفن؟ بس اوعى. يلا سيبنا نضربها بره. تضربني يا كده. خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان ادي لك عمولتك. الله 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 الله. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هتقعد لنا يا عم في حته بقى عصبتنا. الله، ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه، ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد باشاندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول باشاندي هو اللي سرق العقد؟ قطع دراعي باللي ده، اما كان باشاندي ده هو اللي عملها. استنى بس، دي البنت لوزه الخدامه بنت باشاندي. تصدق هو باشاندي؟ انت هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده، شوف رقبه فوده. معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود، ميعاد نوال. نوال يا بيه. بقول لك يا نوال، انا عايز عنوان باشاندي ضروري. باشاندي ايه بقى ده وقته؟ احنا صدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بينا، ده انا ممكن اولع الدين. ايه يا اعمى؟ يا اعمى؟ ايه مش في ناطح ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ يا عم انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور، ده ولد صغير. صغير بيكبر. يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده، مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه، ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده، انا هخلي الايام هي اللي تثبتك. ايه ده يا تيمور؟ الشجرة وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال، ده انا اشيل كلمة ذكر من البطاقة. اثبت ياض. بتقول لي مين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى، كلها بتاكل بروتينات وعارفة بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال. مالك ياض يا وش؟ منتهب علينا ليه؟ في حاجة؟ في حاجة، في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطعك. اسكت انت. مين البت دي؟ ايه؟ واحدة كده. واحدة ايه يا تيمور؟ البت دي تلزمنا، نفض لنفسك يا. نفض ايه؟ في حاجة في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ انا مخطوفة. ما تكبرش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البت اتخطفت، البت اتخطفت.
استنى ادب سيلا انت وقفصين الخضار اللي معاك. مين اللي هاكل على قفاه الاول؟ يلا قلت لك هيقطعها. امراه فين؟ راحوا فين؟ في حاجه ياض؟ عايز حاجه ياض؟ عايز الاستفنديه بتاعتي. خد تعالى بتعرضها ياض. انا مش قلت لك طريها ياض؟ طريها. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه امشي وراكوا ليه؟ يلا يا بسلة اتفضل. يلا يا كابتن في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجه. انا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست بس انا قمت بالواجب يا باشا. صح. خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمه دي تاني. حاضر يا باشا مش همشي في الشوارع دي تاني. كده تسيبهم ياخدوني؟ انت بتستهبلي. ياخدوك ايه ده انت روحي. افهمي انا ما اقدرش اتخانق وانت معايا هتتبهدلي. وكنت شايف الحكومه في المكان. انا قلت كده برضو. هتعمل ايه مع باشندي؟ لا باشندي ده حكايته حكايه. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تخلى نمشي في الشارع ده. انت مش لسه حضرت الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي انا ماشي. اصحى يا سيبتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي؟ يا ريت يا ابني تجيب لي حقي ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه؟ وشرفك يا ابويا وشرفك اللي جايب لك حقك. ما تشوف بس سيبنا نام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف يا بابا بتقول لي انا ده ابنك. تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام عايز انام. انا مش حرامي. مش حرامي. انا عايز انام ابويا. تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجه بابا؟ كنت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس بقى يا بابا. ده بيت باشندي؟ هو دوت. اخلص اخلص. اتفضل يا باشا. سيادة المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره. هو اللي مأكلنا. هو اللي ملبسنا. هو اللي مقلعنا. هو حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اقول لك. قل لي. هدول مساكين؟ مساكين سيادتك. يلا طلع طلع. وزع فرقوا مالي. فرقوا فرقوا. لا حول الله. بعدك شب ترى والله حزنت عليك. والله تأثرت لي. لحظة ابكي. والله قل لي انت مشلول ولا رجولك منملة؟ لا اخويا مشلول. وانت واقف على رجليك. خمسة. معاك فلوس وعملت مرة ولا مش لاقي اللظة. خمسة. حرام عليك. اعطيله خمسة. حرام عليك. يا ابيض. والله ما يستاهل اليوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيتها. انت ما ربيتها. ما ربيتها. اعطيله اعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لستك 100,000. يا اخي السؤال هذا الملحقك ولا حقي؟ حق سيادتك. اعطيه. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يا ابوي. هلا. شوف اول ما ريته دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين باشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلو. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بيت الدوش اللي بره دي. راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه. فين هم يا بنت؟ ايدك. الله. ايه هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغلبنيش. بقول لك طلع طهو الفلوس. عم راجل قول لي بدهم لنا. يا عم بقول لك طلع دول عهده. يا ابني تيلو خلصنا. يلا عدي. سيادة المدير حاتم الحاتم ابو حاتم يعني الطيور المهاجرة. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله. والله ساحر. الاتموسفير حبك كله سحر. والله مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين. ما معك ساعة؟ معي سموك. اعطي يا رجال. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سيارة؟ معي سيارة. اعطي. يا 300,000 اهلا وسهلا.
ما عليك ما عليك، الشباب شباب تبعنا. خير يا باشا؟ ولو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير، اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل، والشك دخل براسي، شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوستي قلت له تعال انت اللي سويت لي عمل، قلت لي والله قبل ما كمل طقتها ماتت ولادي البضوره. جولي صباح الخير يا بابا، قلت ما في صباح الخير، تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني، وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في آخر الفيلا. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له يا عفيفي ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك. شوف تجسيره يا لطيف. احنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت، لو ما طلعت الجن والله تقرصك بالنار هذه، ولو طلعته الخير جالك جالك. والله اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوتك ما تبغي فاشل. قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني، تتبهلل علي انت يا الكل. اقول لك ما نام تقول لي نام. خلاص مدد. قول مدد 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 سموك. فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لنبغنا يا عمي لنبغنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ تراني اعمل بيبي دخان. والله اسوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع لك وش طالع؟ أنا العفريت ساعتني ليه يا حرامي؟ أنا مش حرامي. شو حرامي؟ تسرى كل الناس. فاكر آخر مرة سرقت فيها؟ لو جبت أم نوال يا حرامي. أنا مش سرقتش حاجة. لا لا العودة 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 يا معلم. والله انا كان قلبي حس ان انت نصاب يا بقه. هو انت امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل، لازم منوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابو سيدك حمدي لا، ام نوال انا باكل من عيش. خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا، لا يجوز ترجع تقول يجوز. ما ينفعش ما ينفعش اقول لا يجوز وارجع اقول يجوز. ده يا بقى خلاص انا هخدمك في الجوازه دي زي. ام نوال مستنيه الخلانوسه بفارغ الصبر. مين الخلانوسه دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين، وانا هظبطك عند الخلانوسه. بتقول ايه يا بشندي؟ ايوه يا هانم، الخلانوسه وصلت عندي النهارده. خالتي نوسه وصلت؟ يا اخويا زغرت ده انا الفرحه مش سايعاني. دي اللي هتجيب التايه. كفايه يا بشندي يا اخوي لحسن انا جسمي بتنفض. خلاص هنستناكي النهارده. حاضر يا اخوي اجيلها النهارده، انا ورايا حاجه. بالسلامه بالسلامه بالسلامه. اتو اسمع يا عم زفت انت. ايه؟ اللي اقوله شرط اخره ايه؟ نور. لا ضلمه 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 على اليخون. كلمه تطلع كده كلمه كده، تعال اوريك هنعمل فيك ايه. انا لفوا لفوا حرام. انتي مصدقه يا ماما ان خالتي نوسه دي هتجيب لك العرق؟ خشي برجلك اليمين، خشي في اي حته بخش برجلي اليمين اساسا.
الأرض احتفظي بعينيكي. منورة يا هانم. هي فين؟ أنا مشتاقة. مستنياكي جوه، اتفضلوا. دي طايرة يا ولا. يا ولا يا خالتي، انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي وقت بالبشاية. يلا تكل انت على الله. يلا ما تنساش تيجي الساعة 6 عشان راح الجيم. سلام. لا لا لا، هتنساعيني هاجي عليك المية. ايوه انزلي روحوا له انتوا الاثنين، هو في الحمام بيستحمى دلوقتي. خلوا منه الصابونة، انت حتة اخوك حتة. وقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمه الله. قطة. اهلا اهلا اهلا. الريحه اللي دخلت المكان دي في حاجه عاوز. الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ها ها، ده برسامجي مدمن مخدرات. وصايع كمان. ايوه رانيا مصرف بتاعت العجمه تعرفها؟ ايوه ده صايع، ده صايع. طلعوه بره بره بره. ليه يا ست؟ انا عملت حاجه؟ الواد عليه مارد ونوع وحس بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه انا عارفه. يا واد بتقول عليك مارد بيتبرز اخره؟ ماشي يا خالته، ما اشوف اخرتها. اخرتها هتين عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا بشاندي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ لا يا استاذ حمدي، ده بجد، دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. اللي عليها حضروا. مالك يا خالتي نوسه؟ اصل عامله التليفونات كلها على الفايبريشن، اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو. ايوه مدام سوكار. واحنا اللي نقوله نعيده؟ قلت لك خلاص جوزك ده هبهدلهولك. صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس دعوه بس انت ساعديني، هاتيلي حاجه من قطره. يا ست انت فانيله اوسر اب، ايه ده كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزه حته من ودنه، تقطع الحته اللي من تحت الطريه دي اللي تحت الارقوسه. ايوه وانت خارجه تضربيه بالسكينه ببطنه، الدم بيعمل معانا شغل. ايوه لا لا، ده انت اختي. طب يا حبيبتي بالسلام بالسلام. قطعوا النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفت يا سمينة ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه اطلع لكم روحي واكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بنت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والسون. مايكل. يس. الو وري العقد. عقدك ده؟ نو ات از نوت. يا ولية اتأكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك، انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا، ما شفتش خلقتك هنا تاني. كم هير كم هير. في داهيه. اصل ده خواجه طاري. بص العفاريت البيضه زي الفراخ البيض ما تبقاش جامده. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلانه، شغال معايا بقاله 35 سنه. جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص، هم جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعببي ايه؟ جامايكا. منو يا ماما؟ تعالى تعالى. فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقدك ده؟ ايوه عقد يا اخويا. جدع يا جامايكا. منو يا ماما؟ دقيقة واحدة تاكل؟ منو يا ماما؟ بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاك حد؟ منو يا ماما؟ طب خد فرقوا على بعضيكم. منو يا ماما؟ سلامة. منو يا ماما؟ أصل هم لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام أمي. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجوي جنب ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع اما اقول لك، انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انتوا عشان حبايبي انا هعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور. ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره، كده زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي، نبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبلاوي وببلاوي. أيوة. ببلاوي ابوه. شايفاهم قدامهم؟ ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه؟ ترزي حريمي.
ايوه يعني بيقيس يعني. لا ناس محترمه قوي يا سعاد، ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي، خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايوه ليه ده ما عندكيش نظر، وانا محتاجه فلوسك، مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنصه؟ بلاش دول، قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الصحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليكي يا يلا. جامايكا. ايوه يا ماما. طب كويس انا بطمن عليك، احسن قالوا لي في مطر في اثيوبيا. الو الو. ايوه مين؟ انا نوال يا عم. نوال؟ اظن يا نوال بعد اللي حصل افضل انك تبعدي عن ابني يا نوال. يا عمي ده كان سوء تفاهم وخلاص، احنا جبنا العقد. ومين اللي جابه؟ واحده اسمها الخاله نوسه. وخارج كامل وليه دي؟ ما خدتش ولا مليم، دي ست واصله قوي وقالت ان تيمور بريء. يا عم خلص بقى، كرهتني في وشي يا ابني. النحت ده بيبين روح الشخصيه، وانت وشك فيه حاجات كتيره جدا لازم تبان. تبان ايه ونيلة ايه؟ انا هيغمى عليا انا ما فطرتش، وبعدين انا بكره التماثيل. بذمتك انا قلت لك اعمل لي تمثال كلها خمس ساعات وخلص. خمس ساعات ايه؟ انا مش عايز اوعى تبوظ وشي وانا حر فيه. اه يا شباب تيمور انت حر. ايه الاخبار؟ زي الفل، كله تمام زي ما انت عايز. هتبقى ستار. بقول لكم ايه، مش عايزين غلطه ابوس ايديكم، عايز الناس كلها تامن ان الخاله نوسه دي سرها باتع كده. منى ولا هتوافق على الجوازه وهي مغمضه؟ وهي ايه مغمضه؟ يا خالة نوسي. Quelles sont les raisons de votre répétition? Attention, un vautour, vautour, vautour. Attention, un accident. Quoi? Ma belle, je sois. Attention. تلاقوا في الظلمة ألف قمر. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش. ترارا. الأغنية دي مش بتفكرك بحاجة؟ اه بتفكرني بأمك اللي رقصت لأبويا والملح اللي سففته لنا. هو عمي ما قالكش على اللي حصل؟ على ايه؟ خالتي نوسة. انت هتمشي ورا التخاريف دي انت كمان؟ ما تنسيش ميعاد النهارده عند خالتي نوسة. لا ما تخافيش يا حبيبتي انا فاكره. انت رايحه عند الولاد دي ولا ايه؟ اه. وهي عارفه ان انت رايحه؟ لا انا واخده البنات ورايحه لها مفاجاه. طب افرضي ما كانتش هي هناك يعني. لا ما تخافش يا بشندي اللي مديني الميعاد. هتروحي على بالليل صح؟ لا كمان نص ساعه كده. ليه كده تزنقوا الناس؟ افرضي عندهم حاجه. يا سيفت انت قوم. قوم عمتك ماتت. ايه؟ عمتك ماتت. تاني. ايوه قوم يلا فوق ده. قوم خالك عايز يموت. هيموت. يلا. انت رايح فين؟ الناس اهاليها ميته. يلا. طب مش تستنى احكي لك على اللي حصل؟ عندي زفه لازم الحقها. يلا. بيا في حياتك. يلا ربنا يفيك شر الغفله. بسرعه. اوعى غورتك. غور. لا مش وقته. يا رب عثروا زي ما عثرتني. كان يوم اسود يوم ما دخلت الزفت. يا نهار العام. ايه حوش عني كنت ما زي موتني. هتحمل ما تشيلش هم، دي ست واصله قوي. انت ايه؟ مين قال لك تدي موعد للناس؟ ده كل واحد دفع 200 جنيه. 200 جنيه يا نهار اسود، وكمان خدت منهم فلوس. اوعى تقول الكلام ده قدام تيمور، انت فاهم؟ انت ايه؟ امور النصب لسه بتجري في دمك. امشي. ولا اقول لك خدني معاك ما تسيبنيش انا لوحدي. همي. Thank you.
الله الله، اثبت مكانك لا تولع وانت واقف. اثبت مكانك والقلوب يا استاذ. اتفضل اتفضل، انت يا راجل بتستهبل، مش عيب تخش على ولية كده من غير ما تستأذن. افرض قلعة ولا مستحمى، افرد سرحانه بحاجة قليلة الأدب ومش عايزك تشوفني، تدخل كده عليا خلوتي. اتفضل اتفضل. استنى، انت عميت في عينيك البعيد، مش شايف عيل بيرجع ويودي روح لأمك. كهرمانة لما عيالك، عندي شغل. موضوع اسمي عابد البلاوي، المهنة تنزي حريمي، سن 42 سنة. تكذب من أولها، 58 سنة ومولود في المحلة، وتعمل لك عمل زمان وترمى في حلة. وحلة يا حلة، ليلة نطين يا حلة. حلوة؟ عجبك؟ رايح فين؟ رايح فين؟ مالكش دعوة اللي بيدور هنا، ها؟ أنا جاي من طرف نوال. معلش، عشان النوالات كتير. إيه بيكون سلمتي نوال بتاعت الأردن؟ والنبي أحبها. لا، نوال بتاعت الأردن. أدي بنتي غلبانة يا أمها، سرق منهم عقد وجبناه. أنا بقى جاي مخصوص عاوز أعرف مين اللي خد العقد ده. حضرتك في النيابة؟ لا يا فندم. أمال إيه جاي اللي أنت مالك؟ أمال ده شغلي، مالكش أنت دعوة. معلش. اللي معلش، إحنا ما نفتحش حد، جبنا العقد وخلاص. معلش من فضلك، العقد ده أنا اتهمت بالسرقة أنا وابني وحيدي في هذا العقد. ما أنت شكلك حرامي. لا من فضلك، أنا ترزي حريمي. أنا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان؟ أنت جاي تحرق دمي؟ خلاص، عقد السرق والإناء، اتكل على الله. يلا بقى، يلا، أنا في حاجة بتجري في دماغي مش عارفة إيه هي. اتكل على الله بقى، ترعنا. سبحان الله. ده بإيه إنه اتجنن ولا إيه؟ سبحان الله. في حاجة يا ساتر؟ يخلق بشبه 40، حضرتك شبه المرحومة مراتي الخالق الناطق. الله يرحمها ويحسن إليها. الله يرحمك يا زبيد. الله أكبر. حضرتك تعرفيها؟ الأرواح بتتلاقى في ملكوت الله. أمر عليك لو قابلتيها، قول لها البنطلون الأزرق بتاع الببلاوي حطيتيه فين؟ ها فين؟ نسيت؟ ما أنت قصيته وإديته الواد ابنك، وقعد يعيط لك يا عنوم عشان تجيب له بنطلون جديد. صح صح صح، الله هو أكبر. رسمة العين، مناخير السايحة. برأيي بقول له انت كده هتجرجرني للرزيلة، وانا بصراحة بحبها. اسيب شغلي واكل عيشي بقى واروح للرزيلة معاك؟ لا لا، رزيلة انت فهمتيني غلط. يبقى انه اتجنن ولا ايه؟ الجسم اللي قدامي المتفجر ونوسة ده، نفسي البسك فستان بقصة ايدي انا. ان شاء الله اجيلك الورشة. انا ورشتي في بيتي وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد، عبد الحميد في الجيزة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا واصلة يا جامدة. ازيك يا نوال يا بنتي؟ ازيك يا عمي؟ حد الله بيني وبينك، ابدا ما سلمش عليكي قبل ما تربوا بلاكم على الناس الاشراف وتتهموهم بالكذب. اتاكدوا الاول على عموم الست اللي انت داخله لها دي بتربي الكذابين في النار. ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج. يلا بيت النبي. الفلاه دي ضيقه قوي، مفيش حاجه. هم اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده. امله دي؟ لا ده فار. كنسي امله عامله نفسها فار؟ القصد جبتها نفسك. اهلا اهلا اهلا، لمؤاخذة اتفضلوا. يا اهلا وسهلا، شوف دخلة الحريم تسرح كده، التنير رجالة قطع يقفلوا اليوم. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا سكينة؟ ازيك يا كتاكيت؟ اهلا اهلا. الكتاكيت بقى مكسوفين، انت عارفة بنات اليومين دول بيتكسفوا. لو في كسوف وفي حد غريب ده انا خالد. بص عشان انفك كده، تحب اقلع لكم مال؟ والنبي اقلع مالتي سعيد. ايوه اهلا اهلا اهلا، مساء الله. مواضيعكم سبقاكم. الله 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 الله، هم عينك يا حلوة يا مقصة انتي. يخرب بيتك وبيت اللي رباك. البنت دي متجوزة من وراء اهلها. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انتي قلتيه ده يا خالتي نوسة؟ انا مش ممكن اعمل كده ابدا. كدب، هتاكلي بالسبسب وهحط وشك في النار. متجوزة من وراء اهلك وبتضربي بانكو، ها؟ هي فعلا يا خالتي متجوزة عرفي وجاية لك تشوفي لها حل. الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم، دايما يجوا بعد العرف، مفيش واحدة فيهم تيجي قبل العرف، لا، يجيبوا البلوى ويجوا بيها. يا ساتر يا رب، ورينا يا ابني، ورينا ورينا. الواد ده اسمه وائل يا بت؟ طب بصي بقى، الورقة اللي كتب عليك فيها يا هبلة سايلها عند واد اسمه سيد في العباسية، تروحي تجيبيها منه وتقطعيها.